متهم باغتصاب قاصر في أمريكا. الطفلة تعاود تحرك القضية بعد ما تسكرت من سنوات بدفع غرامة. لكن وقت اللي الطفلة الأمريكية علمت أنه سعد ولا نجم في العالم العربي، رجعت حيرة القضية. سعد المجرد اختار المواجهة مع الصحافة. أول سؤال ليه كان عن القضية المرفوعة ضده. سؤال كان متوقع. سعد المجرد يخرج ورقة مكتوبة وبدأ يقرأ منها. لهنا كل كلمة في بلاصتها، ممنوع الخطأ. هذا رد سعد المجرد. أنا كنت أعرف هذا السؤال غادي تطرح ياسر، فبغيت نجاوب عليه مرة واحدة، وكانت منا يعني نجاوب عليه غير مرة واحدة ونعمم هذا الجواب هذا لجميع الصحفيين. أوكي، أنا غادي نجاوب على هذا السؤال وانس. هذه القصة قديمة، وسبب هذه الشوشرة هذه هي الحمد لله هو النجاح ديالي وشهرة ديالي. الحمد لله، اللهم لك الحمد. يعني كبار النجوم طالتهم هذه الإشاعات كثيرة، وعلى أي حال أنا أنفي كل اتهام وجه إلي، وعندي المحامي اللي مكلف بأموري القانونية متابع لهذا الموضوع، هذا لو كان قضية كما يدعون. وحنا كنستعدوا لجولة في أمريكا وفي كندا، وكنتمنى من كل الصحفيين الكرام إن شاء الله عدم تدخل أكثر في حياتي وأموري الشخصية. وشكرا.